أضعف شيء أمامه نفسه. عمر يدوسها بالسرماية نفسه في لحظة. إحنا تلاقي واحد فينا برضو فقير صعلوك صعلوك في كل شيء، لا يخضع للحق، يسمع مسألة، يسمع أدلة مسألة ثلاث ساعات يقول لك لم أقتنع. لم تقتنع يا صعلوك يا جاهل؟ هل عندك دليل؟ عندك حجة؟ ليس عنده شيء. لم أقتنع المستكبر نفسه تصعب عليه. كيف الآن أنا قبل ساعة كنت أناقش، الآن أقول اقتنعت؟ يا ما شاء الله عليك، أنت إمام الإسلام والمسلمين، أنت إمام الدنيا، أنت أذكى أذكياء العصر. كيف طبعا تقتنع في ساعتين أو في ثلاث ساعات أو في 300 ساعة؟ لا، مثلك لا يقتنع، أنت إله زائف. عمر أسهل شيء عليه نفسه. عمر على المنبر صلي بالناس، يخطب الناس الجمعة، يقول أيها الناس قد فسوت، إني نازل فمجد. إيش الفضيحة هذه؟ تضحكوا؟ هذا شيء يبكي، هذا ما يضحك، هذا من منكم يستطيع أن يفعل هذا؟ هل تستطيع تقع على المنبر وتقول هذا أمام الناس؟ لماذا قالها؟ كان يمكن أن ينزل يجدد وضوءه والناس تقول عمر جاء غير متوضئ، يبدو أن عمر نخض وضوءه في البيت وظن أنه متوضئ ويستر على نفسه. لا، لماذا؟ أراد أن يهينها. طبعا أكيد نفسه راودته وآمرت وقالت له لا تتكلم، جدد الوضوء ولا تتكلم. قال لا، ليه؟ عشان أعمل حالي يعني كامل. طب أنا حورجيك. قالهم قد فسوت، طلعت ريح عيني، طلع من ريح فجأة، أنا نازل مجدد وضوئي رضوان الله عليه. دائما أقول لكم الصدق، تعلموا الصدق. صدق شيء صعب. صدق معناه ما تكذبش، لا 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 لا. صدق معناها في البسمة، في الكلمة، في الانفعال تبع في كل شيء أن تكون صادقا. لا تبرز في الظاهر أكثر مما يعلم الله منك في الباطن. انتبه، لا تقول أحد والله يحبك جدا وأنت تحبه جد، مش جدا، جيم الألف هذه. إياك صدق حتى في الانفعال، لا تبدو أنك منفعل كذا وستموت من أجل الإسلام. وفي الأخير كما قلت قبل ليلة، ما تدفعش 1000 يورو للإسلام والمسلمين وعامل حاجة بدك تموت من أجل الإسلام. كذب، هذا كله كذب. هذا الكذب على فكرة، هذا الكذب الذي يقطع الناس عن رب العالمين، وذاك الصدق الذي يصل حبالهم بحبل رب العالمين وبسرعة. وما في أفلح من الصدق أيها الإخوة، ولا أنجح من الصدق، بس الصدق العمري، هذا الصدق العمري. لذلك عمر أنا أستوعب هذا، أفهم، لأنني أفهم شخصيته قليلا إن شاء الله من منظوري الضعيف رضوان الله تعالى عليه. عمر بالذات الذي لم يفهمه إخواننا الشيعة ولا يستطيعون أن يفهموه للأسف الشديد، والله العظيم أنا أقول هناك في مشكلة في التفكير عندهم، ما فيش إنصاف، ما فيش عدالة، ما فيش صفاء لمعرفة الحق. عمر بالذات لا يكون كذابا ولا منافقا ولا له باطن وظاهر. انتبهوا، عمر لا يكون، كل شخصية عمر تؤكد أنه لا يكون كذلك. أليس كذلك؟ أبدا. عمر لو انقلب على الإسلام لقالهم أنا انقلبت على هذا الدين، كفرت بمحمدكم وأنا الآن أسوسكم بطريقة خاصة. والله يقول هذا عمر، نعم رضوان الله تعالى، شخصية غير عادية، صدق مطلق رضوان. وهذا الذي بلغ به عمر. لم يكن أفقه الصحابة على فكرة، ولم يكن أشجع الصحابة، فر من بعض المعارك. انتبه عاد، ونعرف هذا، والشيعة يعيرون بهذا. وتلك شكات ظاهر عنك عارها، مش هذا هو، وليس في ناس أشجع من عمر وفي النار، في نار جهنم عادي. مش هذه المسألة، مش بالشجاعة، في كفار شجعان من أشجع عباد الله، صح؟ يموت ويقطع إربا وهو كافر ملحد يا أخي. مش الشجاعة ومش العلم، عمر مش ألبرت أينشتاين، عمر مش عبقري في العلم يعني نقول مثل كبار عباقرة الدنيا، لا 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 لا، لكن عبقري في الصدق، عبقري في الربانية، وهذه عبقرية العبقريات رضوان الله تعالى عليه، في الصدق، في الوضوح. عمر شخصية كما قلت جميع، رجل جميع، ظاهره وباطنه سواء، بل باطنه خير من ظاهره. نعم، عمر كان يكتم أيها الإخوة ولا يعرب عن كثير من الليان والرحمة والرقة فيها ما لا يعرفه معظم الناس، ألين مما يظنون. على كل حال فنعود إلى ما كنا فيه، فهذا هو الصدق أيها الإخوة. عليكم أن تفهموا الصدق من هذه الزاوية، بهذه الطريقة، هذا الصدق، مش أنك لا تكذب في الكلام، لا 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 لا، موضوع الصدق أصعب من هذا بكثير، كثير كثير مركب وخفي ومعقد. فعمر في لحظة، نفسي إيش نفسي هذه؟ تذهب إلى الجحيم، بل هو من نفسي. قال له الآن يا عمر النبي، الآن اكتمل إيمانه، شهد له النبي، لم يقل له سوف نرى، أعانك الله، صدقك الله، إن تصدق الله يصدق، لم يقل له هذا، قال له الآن يا عمر. علم النبي، النبي ينظر نور الله ويعلم أنه صادق، وأنه في لحظة تحول فجعل نفسه دون نفس رسول الله مباشرة، رسول الله أمامه وهو إمامه، أمامه وهو إمامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.